السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كمان في القناة دي هنحاول على قد ما نقدر نأسس ساينس زي ما بنأسس ماس وبنأسس عربي وإنجليش، هنأسس كمان ساينس. تمام، احنا خدنا قبل كده فيديو في اللايف سايكل اوف فروج واللايف سايكل اوف هان او تشيكن واللايف سايكل اوف هيومن اللي هي دوره حياه يعني، واللايف سايكل اوف باترفلاي. النهارده هناخد في الساينس فارم انيمالز حيوانات المزرعه. في ايه بقى في المزرعه من حيوانات؟ في هورس يعني حصان، في دونكي يعني حمار، في كاو بقره، في شيب يعني خروف، في جوت يعني معزة، في روستر يعني ديك، في تركي اللي هو ديك رومي، في جوس يعني وزة، في دك يعني بطة، في هن يعني فرخة، في تشيك يعني كتكوت. وكمان في ايه تاني في الفارم اللي هي المزرعة؟ في تريز يعني شجر. في ايه تاني؟ في انيمال. تمام، انفورم. يبقى احنا كده خدنا في الساينس عندنا في القناه خدنا الفورم انيمال حيوانات المزرعه، وخدنا اللايف سايكل اوف باترفلاي واللايف سايكل فروج واللايف سايكل اوف هيومن واللايف سايكل اوف تشيكن، وخدنا كمان البلانيت بورتس اللي هي اجزاء النبات. تمام، ويا رب اكون معلوماتي خفيفة وبطريقة سهلة. وشكرا ليكم، وما تنسوش اللايك وسبسكرايب للقناة.